ايوه. وبعدين بقى معاك، انت جايبني هنا عشان اقعد اكلم في نفسي ولا ايه؟ مالك يا سلوقي؟ مفيش يا سوسو، بليز سيبني في اللي انا فيه. ايه اللي انت فيه؟ يا اخويا احكيلي. احكيلي يا اخويا، فضفضلي. انا تعبان يا سوسو، الظروف اتغيرت خالص. انا كنت في اليو سي، فجأة لقيت نفسي في كوليدج عادية. كل ده بسبب الفلوس، ما بقاش فيه فلوس يا اخويا. ده انا ما كملتش تعليمي من اساسه، ده انا ابويا كان نفسه يشوفني دكتورة قد الدنيا. غرش بس الظروف. هو ده يعني بس اللي مضايقك؟ هو ده يعني شوية. بيحصل ايه تاني اكتر من كده؟ طب يا لؤلؤ انا هحلها لك، ما تشيلش هم. هتحلها لي ازاي؟ مالكش فيه، اللي انا هقوله لك تنفذه بالحرف الواحد. لا 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 يا سامح، انت شقي قوي، وبعدين معاك يا مسيبتي. اه يا خاينه، كان عندي حق لما شكيت فيكي. انا تخونيني مع عيل سيس زي ده؟ هو في ايه؟ انت مين؟ انت تخلص خالص. انزل يلا، انزل. اقف لينا اهو. عايز تعرف انا مين؟ انا الزوج الاهبل، انا الزوج المخدوع، انا اللي وثقت فيكي وبعت كل حاجه عشان اتجوزك، في الاخر تبعيني يا خاينه. انا لازم اقتلك واشرب من دمك، بس قبل ما اقتلك لازم اقتلك انت الاول. ابوس ايدك، ما تقتلنيش. ابوس ايدك. اخلص، اقلع عيلك كل حاجه معاك. وانا موافق، بس ارجوك بلاش المسدس. يلا بلاش. اخلص. وريني جمال موبايلك يا روح ماما. امشي انا بقى. بتشوف يالا من غير النضاره دي؟ لا ارجوك بلاش النضاره. يلا عشان تمشي تحسس. مش هشوف. يلا بالشفا. اخلع. ايه يا اخويا، الزبون مشي، عجبتك اللعبه ولا ايه؟ وانا ايه اللي انا عملته ده؟ قلت عاوز فلوس، جبت لك فلوس. الله. طب يلا يلا يلا. يا حلاوتك يا بنتي يا سوسو، يا حلاوتك. معانا العربية ومعانا الفلوس ومعانا بيرة كمان. العز حلو قوي. عز ايه يا بنتي؟ انت شفت عز في حياتك؟ الحاجات دي لو بعتها ما تجيبليش تمن قعدة واحدة من اللي بقعدها. طب امسك ايدك شوية. امسك ايدي؟ هلا ايدي بلا رجلي. هسهرك سهره النهارده ملهاش حل. الو، اقتل عطي. بقول لك ايه، عايزك تجيب لي نص فرش حشيش. لا 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 لا، بقول لك ايه، اخلص دلوقتي دلوقتي حالا. يلا مع السلامه.